السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي صفوة الصفوة أعضاء هذا الجروب. اليوم إن شاء الله حنتكلم عن كيف نتجنب التسممات الغذائية، ولكن في البداية راح أعطيكم بعض الإحصائيات عن التسممات الغذائية. طبعا هي دليل على انتشارها وخطورتها في المجتمع. طبعا أنا نسيت أعرفكم بنفسي، معاكم أختكم نسرين عبد السلام، عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، متخصصة في تكنولوجيا وسلامة الأغذية، وكبير مدققين لنظام الآيزو 22000 الخاص بسلامة الغذاء. عن في تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، هناك 420000 وفاة سنويا بسبب تلوث الغذاء. طبعا نسبة كبيرة جدا، ومقارنة بمثلا الوفيات اللي تحدث من التدخين فهي أعلى حتى من الوفيات اللي تحدث من المدخنين. فطبعا هذا يعطينا صورة عن خطورة التسممات اللي تحدث عن طريق الغذاء. فطبعا عندنا سنويا 600 مليون شخص من مختلف دول العالم يعانون أمراض بسبب تناول الطعام الملوث بالسموم والكيماويات والبكتيريا الطفيلية. 550 مليون شخص أصيبوا بالتسمم الغذائي عام 2016. 220 مليون عدد الأطفال المعرضين لخطر الإسهال الناتج عن تلوث الغذاء. ثلث الأطفال دون سن الخامسة يشكلون ثلث مجموع الوفيات الناجمة عن تناول الطعام الملوث، وهذه طبعا أرقام من منظمة الصحة العالمية وهي أرقام كبيرة جدا. طيب، ما هي مسببات التلوث الغذائي وما هي أنواعه؟ مسببات التلوث الغذائي اللي هي عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، سواء في المنشآت الغذائية، المطاعم، المقاهي، الفنادق، أو في المنزل. طبعا أماكن تحضير الطعام الملوثة، تخزين الطعام في درجات حرارة غير مناسبة أو لفترات طويلة تسمح بنشاط البكتيريا المسببة للتلوث، أو عدم الطهي الجيد للغذاء، أو تناول الأغذية من مصادر غير موثوق بها، يعني زي الأطعمة اللي موجودة في الشارع أو تباع في الشوارع. طبعاً لا تنحصر الأعراض حقت التسممات الغذائية في الدوخة والقيء والتعب العام، ولكن خطورة التسممات الغذائية تأتي من بعض البكتيريا التي تفرز سمومها، مثل السموم الفطرية اللي مثلا تكون في الحبوب مثل القمح والذرة، والبقوليات مثل الفول السوداني والعدس والفاصوليا واللوبيا والبسلة، أوقات تكون في الخبز والدقيق أو في بعض أنواع المكسرات مثل البندق واللوز والفستق أو في الفواكه المجففة. طبعا المشكلة أنه سبب تعرض هذه المأكولات للتلوث بسموم الفطريات هي التخزين السيء في أماكن مرتفعة في درجة الحرارة والرطوبة، بالإضافة لطول مدة التخزين ولتلوث المخازن بملوثات معينة. فهذا يؤدي للأسف إلى وجود هذه الفطريات التي تفرز سموم تسمى بسموم الأفلاتوكسين. خطورة سموم الأفلاتوكسين إنه لها صفة تراكمية في الجسم، مما تسبب لاحقاً بعض أنواع السرطان في الكبد، والعياذ بالله، الله يعافينا ويعافيكم ويبعد عنا الأمراض والشرور. بالإضافة للسموم الفطرية، هناك أغذية أكثر عرضة للتلوث بالمعادن الثقيلة، مثل أسماك المياه الملوثة بمياه الصرف الصحي ومخلفات المصانع، الخضار والفواكه المزروعة على جوانب الطرق أو التي تباع على جوانب الطرق، الأغذية غير المغلفة والمعروضة للبيع على جوانب الطرق، الأغذية المعلبة خاصة الحمضية منها، وسوف نتكلم عنها بتفصيل أكثر. طبعا كثير من الناس الآن بالذات في موسم رمضان يشترون من الباعة المتجولين. مختلف أنواع الأغذية، سواء مقليات أو عصيرات أو حلويات وغيره. طبعا الكثير منهم تأخذه العاطفة أنه يبغى يساعد البائع المتجول وأنه يدعمه ماديا فيشتري منه،
ولكن لا تساعد أحدا على حساب صحتك. هذه المواد التي تباع عند الباعة المتجولين معرضة لعوادم السيارات. عوادم السيارات بها معادن ثقيلة ممكن إنها تسبب في تلوث الغذاء، فإحنا بيدخل في جسمنا كمية من المعادن الثقيلة من عوادم السيارات، من الأجواء، من الأتربة اللي محيطة بالغذاء، بالإضافة إلى إنه يعتبر غذاء مجهول المصدر. ماذا يعني غذاء مجهول المصدر؟ غذاء مجهول المصدر يعني غذاء لا يمكن تتبعه. يعني أنا ما أقدر إنه مثلاً حصلت حالة تسمم لشخص ما من غذاء اشتراه من بائع متجول، أنا ما أقدر أتبع، أنا كجهة رقابية لا أستطيع أن أتتبع مصدر هذا الغذاء، لا أستطيع أن أجد البائع المتجول، لا أستطيع أن أجد المصدر اللي اشترى منه البائع المتجول الغذاء، بالإضافة إلى أنه بعض البائعين المتجولين ظروف الحفظ والتخزين للأغذية التي عندهم غير مناسبة، يعني تجعل الغذاء غير مناسب للاستهلاك الآدمي. طيب، في نقطة أخرى أو محور آخر في سلامة الغذاء، اللي هي وطبعا من أهم الأشياء اللي متحكمة في سلامة الغذاء، غير التخزين الجيد في درجات حرارة ودرجات رطوبة مناسبة، هي درجات الحرارة. ما هي درجات الحرارة المناسبة لتخزين الغذاء أو وضع الغذاء فيه؟ يعني مثلا أم طبخت أكلها وحطته في المطبخ على درجة الحرارة حقت الغرفة، درجة الحرارة العادية حقت الغرفة، هل هذا الطعام بعد 4 ساعات يصبح آمنا؟ فأنا يمكن أنا ما حأجاوب على هذا السؤال الآن، ولكن حأجاوب عليه لاحقا من تعليقاتكم وأسئلتكم. هل يصبح الطعام آمنا بعد 4 ساعات في المطبخ؟ وكيف أقدر إني أحكم هذا الطعام آمن ولا لا؟ سؤالي الثاني اللي أحب إنه أسأله طبعا لحضراتكم، وطبعا كلكم إن شاء الله أفضل مني علما ومكانة. السؤال الثاني إنه ما هي درجة الحرارة التي تضع عليها ثلاجتك، وكيف تعرف أنها صحيحة؟ والسؤال الثالث اللي يعني أتمنى إنه الجميع يجاوب عليه، وممكن إننا نناقشه بإسهاب أكثر، إنه متى آخر مرة تم تنظيف الخزان الأرضي في البيوت التي تستخدم الخزانات العلوية والأرضية؟ متى آخر مرة تم تنظيف الخزان الأرضي والعلوي في البيت الذي تسكنه؟ طيب، السؤال الرابع والأخير اللي حأختم فيه اليوم، وبعدها نبدأ في النقاش وأتلقى أسئلتكم. بالنسبة لمن تجي تقطعوا الخضروات والفواكه واللحوم، كم قطاعة وكم سكين تملك في المنزل؟ ومتى تستخدم كل واحدة منهم؟ يعني وهل تلتزم باستخدام القطاعات للخضار والخبز واللحوم منفصلة؟ يعني هل تستخدم قطاعة خاصة للخضروات وأخرى للحوم وثالثة للخبز، أم إنك تستخدم قطاعة واحدة لجميع المهام في المطبخ؟ دكتور محمد، الآن يمكنكم الإجابة والمجال مفتوح، ممكن يصبح بعد كده يعني الحوار مناقشة أكثر من ما إني أنا أقول المعلومة، يعني عشان لا أثقلكم بالمعلومات. أنا عارفة إنه الكثير عندهم أسئلة على أشياء كثير من اللي قلتها، فأترك المجال للجميع إنه يسأل، وححاول إني على قد ما أقدر إني أرد على الأسئلة. يعطيك العافية، وبجد سعدت بلقاء النخبة الثقافية العربية. جزاكم الله خير على إعطائي هذا المجال وهذا الوقت حتى أتحدث فيه، يعطيكم ألف عافية. طبعا أنا نسيت أعرفكم بنفسي، معاكم أختكم نسرين عبد السلام، عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، متخصصة في تكنولوجيا وسلامة الأغذية، وكبير مدققين لنظام الآيزو 22000 الخاص بسلامة الغذاء. مساء سعيد نخبتنا الثقافية العربية، مساء سعيد دكتورة نسرين، وشكرا لك على هذا الطرح.
دكتورة، لفت نظري إنك يعني سألتي سؤال إنه تخصيص سكين لكل نوع من أنواع الأطعمة، مثلا الخضار لها سكين خاص، الخبز له سكاكين خاصة، وهذا فعلا موجود. بس يعني ونتبعه بصراحة، أنا أتكلم عن نفسي، أنا أتبعه. بس إيش الفائدة من إن إحنا نخصص الكل؟ يعني اللحوم لها سكين، الخضروات لها سكين، حتى الخضروات الخضراء لها سكين، مثلا الخضروات الملونة ممكن لها سكين. بس إيش الفائدة اللي نطلع منها بالتخصيص هذا؟ شكرا لك. يا سلام على السؤال الرائع، وكنت أنتظره. ما الفائدة من تخصيص سكين أو قطاعة لكل نوع من الغذاء؟ معظم التلوثات الغذائية تأتي من شيء يسمى التبادل الخلطي، بمعنى اللحوم والدجاج بها أنواع من الميكروبات. هذه الميكروبات أوقات تسبب يعني أخطار عظيمة، بالذات للفئات الحساسة. من هم الفئات الحساسة؟ الأطفال والسيدات الحوامل وكبار السن والناس اللي مناعتهم منخفضة. طيب، ماذا يحصل لما نستخدم نفس القطاعة أو نفس السكين؟ إحنا نأخذ الملوثات من طبعا الكائنات الدقيقة، هذه لا ترى بالعين المجردة، فإحنا نأخذها من نوع غذاء ونضيفها لغذاء آخر ليست موجودة به. يعني مثلا الدجاج دائما معروف انه في بكتيريا تسمى السالمونيلا، وهذه السالمونيلا معروفه انها مسببه صداع للعالم كلها. فاحنا ايش اللي نعمله لما نقطع الدجاج وبعدها نقطع الخضار؟ فاحنا كل اللي بنعمله انه بنشيل السالمونيلا هذه من الدجاج ونحطها في الخضار. متى تاتي المشكله؟ لما يكون الخضار هذا لن يعامل بالحراره، يعني ما راح ينطبخ. ايش اللي يصير؟ يصير انه هذه البكتيريا تبدأ تتكاثر في الخضار مثلا، وبعد كده نحطها في السلطة، وبعد كده يعني لا قدر الله انه احد يأكلها ويصاب بالتسمم الغذائي. طبعا بميكروب السلمونيلا. ممكن في اللحوم الحمراء دائما منتشر فيها بكتيريا تسمى الإيكولاي، وهذه البكتيريا برضو خطيرة، وفي بعض أنواع بعض السلالات فيها يعني تصل إلى حد الوفاة. فاللي بيصير إنه لما نقطع اللحوم، فإحنا بنشيل الملوثات هذه اللي في اللحوم ونحطها في الخضار أو بقية الأكل. يعني حتى بعض البحوث ذهبت إنه حتى غسيل الدجاج ممكن يلوث المطبخ بميكروب السالمونيلا مثلا، لأنه أوقات مع تطاير الماء وقت الغسيل حق الدجاج تتطاير لأماكن أخرى، وبرضه هذا يسمى تلوث خلطي أو تلوث تبادلي، إنه بتروح الملوثات هذه. إحنا طبعا ما نشوفها، ما نشوف فين طارت، أوقات على ملابسنا، على أيدينا، على الأسطح الأخرى، على أماكن تجهيز الطعام. فهذا السبب الأساسي إنه إحنا نفصل ما بين كل حاجة لما نيجي نستخدم قطاعة. طبعا مش لدرجة إنه الخضار الملونة والخضار الخضراء، لا، يعني كل الخضروات ممكن إنه نستخدم فيها. يعني أنا مثلا في المنشآت الغذائية ألزم العاملين إنهم يستخدموا قطاعة للخبز، وأخرى للخضروات، وأخرى للحوم، وأخرى اللحوم الحمراء، وأخرى للدجاج، وأخرى للأسماك. في البيت في الغالب إحنا بنستخدم نوعين، ويجب أن نستخدم نوعين على الأقل. يعني أضعف الإيمان إنه إحداهم للحوم والأخرى للخضروات، لا نخلط بين هذه الاثنين أبداً، لأنه معظم التسممات في المنزل، يعني حتى في إحصائية أعتقد لوزارة الصحة في السعودية إنه معظم التسممات الغذائية في السعودية مصدرها منزلي. لأنه الأم يعني ما تعرف إنه مثلا لازم تفصل القطاعة حقت الخضروات عن الفواكه، أو مثلا ممكن لما تجي تحط المأكولات في الثلاجة أو ترص المأكولات في الثلاجة تضعها بطريقة خاطئة، يسبب طبعا الماء اللي يتقطر من اللحوم مثلا الغير مطهية ينزل على الخضروات فيسبب فيها تلوث. هذا برضو نوع من أنواع التلوث التبادلي أو التلوث الخلطي. فهنا أكبر كمية من التسممات تأتي من هذا الموضوع،
إنه إحنا بنشيل الملوثات من غذاء ونضعها في غذاء آخر، والغذاء الآخر ما بيكون طهيه بالطريقة. يعني أنا لما مثلا أجي أطهي اللحوم، فأنا بطهيها على درجات حرارة عالية، يعني تصل إلى 70 أو 80 درجة مئوية. الخضار أنا ما بوصلها لهذه الدرجة، فما بتموت الميكروبات اللي انتقلت لي من اللحوم في الخضار، فهنا المشكلة. أهلا بالدكتورة نسرين عبد السلام، يشرفنا وجودك معانا الممتع والمحاضرة الجميلة لحضرتك، لكن أنا للأسف الشديد اكتشفت أن أنا من المتأخرين عن متابعة الأيزو سلامة الغذاء، وكنت وقفت عند 9000 و 9001 و5 و10 و15 وحاجات كده، فأنا اكتشفت إن في 22000، فده ما شاء الله يعني تنوع رائع جدا يعني، وخصوصا بالنسبة لموضوع سلامة الغذاء. ما دام هناك الأيزو، هو ده تساؤلي، أمال إحنا ليه بنصاب بأنواع العديدة من الأمراض المميتة والقاتلة بالنسبة لأنواع السرطانات وما إلى ذلك؟ يعني بنسأل حضرتك عن إيه الحكاية، يعني رغم وجود الأيزو رغم ذلك نواجه بمشكلات، فنرجو من حضرتك توضيح هذه النقاط لنا. شكرا لحضرتك. يا هلا وسهلا دكتورة، أنا ويشرفني مداخلتك، وبجد سعدت بالمداخلة. بالفعل هناك الآيزو 22000 وهو خاص بسلامة الغذاء. ليش ما زلنا نصاب بكل هذه الملوثات وكل هذه الأمراض من الغذاء؟ طبعا السبب الأساسي في وجهة نظري قلة الضمير في قطاع الغذاء، صعوبة، مو صعوبة التطبيق، الإهمال في التطبيق، بالإضافة إلى أنه ليست كل المنشآت الغذائية مطبقة لنظام الآيزو، وهو ليس مفروضا على المنشآت الغذائية. الآن هيئة الغذاء والدواء ألزمت المصانع اللي المتخصصة في الأغذية عالية الخطورة اللي هي اللحوم والألبان، إنها تطبق نظام الهسب، اللي هو يعتبر جزء، اللي هو طبعا الهازارد اناليسيس فور كريتيكال كنترول بوينت، اللي هو نظام في التحكم في المخاطر الخاصه بالغذاء عشان توصل لحد مقبول غير ممرض. ألزمتها، كان الالزام التطبيق كامل بنهايه 2020 بالنسبه للمصانع العاليه الخطوره الخطوره، وبنهايه 2022 كل مصانع الاغذيه يجب ان تطبق نظام الهسب. طبعا بعض المصانع بتروح يعني خطوة أفضل للأمام وتطبق الآيزو اللي هو يعتبر أعلى من الهسب في التطبيق في سلامة الغذاء، لأنه الهسب يعتبر جزء من 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 تطبيق الآيزو الخاص بسلامة الغذاء. ولكن يعني أرجع أقول، يعني يجي عامل غير مدرب جيدا، يمكن قلة التدريب، بالإضافة لكده في التطبيق، سوء التطبيق، قلة التدريب. يعني يجي عامل في منشأة، ولنفترض في مطعم، الأكل كويس ومطهي بشكل جيد وكل ممارسات النظافة والتحضير الجيد مطبقة عليه، ويأتي هذا العامل قبل تقديم الطعام ويعطس. العطس هذا ممكن يكون لا قدر الله في أنفه، أو يكون حامل لميكروب اسمه ستافيلوكوكس أوريوس. هذا الستافيلوكوكس أوريوس من الميكروبات السيئة اللي ممكن إنها تنتقل من شخص إلى آخر بهذه الطريقة، وممكن ينتقل شخص، ممكن تنتقل لشخص آخر يصاب بنفس الميكروب. ممكن العامل يدخن في المنشأة الغذائية. للأسف كل اللعاب حقه اللي يأتي على السيجارة وقت التدخين ينتقل ليديه، فأي ميكروبات في فمه ممكن أنها تنتقل للغذاء بكل سهولة. ممكن العامل يدخل الحمام، يعني شوفوا، يعني حتى في أشياء بسيطة جدا يعملوها العاملين في قطاع الغذاء، على فكرة هم ما ينتبهوا لها، يعني يكون ما تلقوا تدريب جيد. مثلا أنه المريلة أو الأبرون اللي يلبسها العامل عشان يغطي ملابسه، أنا لاحظت أنه بعض العاملين إيش يسووا، يدخلوا بها الحمام، وبعد أكرمكم الله ما يدخل الحمام يخرج ويمسح يده فيها ويمارس حياته الطبيعية بعد كده في طهي الأغذية.
بدون ما يتخيل انه هو نقل الميكروبات كلها اللي في الحمام على الملابس حقته، ومنها تنتقل للغذاء طبعا بملامسته للغذاء، ولا ملامسة يده للملابس حقته وبعدين ملامستها للغذاء. فهذه ممكن سبب من أسباب انتقال الملوثات للأغذية وبدون ما يعرف العامل وهو مو شايف. بالإضافة إلى أنه قطاع الغذاء في العادة من القطاعات اللي بتاخذ ناس أوقات ما هم على درجة كبيرة علمية، فهم أوقات ما يعرفوا. يعني أنا يصادفني بعض العاملين في قطاع الغذاء لما أكلمه عن البكتيريا مثلا، فيجيب لي يعني مرة في من المرات جاني أحد العاملين وراني يده وقال لي يعني فين البكتيريا اللي أنت تتكلمي عنها؟ يعني هو ما هو متخيل إنها غير موجود، يعني لا ترى بالعين المجردة، فهو يفكرها إنها حاجة. يعني هو بيقول لي إنه يدي نظيفة ما فيها بكتيريا، أنت فين البكتيريا اللي بتتكلمي عنها؟ أنا ما هي موجودة في يدي. فهذه للأسف يعني تحديات كبيرة تواجه قطاع الغذاء لتدريب العاملين ولتطبيقهم لأنظمة السلامة الغذائية، بالإضافة لسبب من الأسباب الأخرى. يعني من خبرتي في هذا المجال أنه العاملين التيرن أوفر لهم عالي. يعني أنا أجيب العامل اليوم وأدربه وأفهمه إيش اشتراطات السلامة الغذائية، بكرة يجد عمل في منشأة أخرى براتب ممكن أعلى ريال واحد، ممكن يترك العمل عندي ويروح للمنشأة الثانية. المنشأة الثانية ممكن تكون ما تطبق، أنا أضطر، أنا اللي دربته تعبت وأخذت وقت عشان أدرب هذا العامل، أضطر أني أجيب عامل آخر وأقوم بتدريبه مرة أخرى، وطبعا هذا يأخذ وقت، وفي مراحل التدريب ممكن تحدث الأخطاء. فهذه أعتقد الأسباب اللي يعني بتكون للأسف ما زلنا نرى التسممات الغذائية في قطاع الغذاء بالرغم من تطبيق كثير من المنشآت الغذائية لأنظمة السلامة الغذائية المتعارف عليها. السلام عليكم جميع الإخوة والأخوات الأعزاء في النخبة الثقافية العربية، كل الشكر للدكتور محمد شريف، كل التحية والتقدير لسمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد، كل الاعتزاز للإخوة والأخوات جميعا في النخبة الثقافية العربية، تحية خاصة إلى يعني الصديق العزيز دكتور أسامة أمين، وإلى الأخت العزيزة مهندسة أمل بن خدام، وإلى يعني حضراتكم جميعا، مش عايز أقول أسماء لكن يعني كلكم دايما، الأخت زهدة والأخت شال قضاء، ويعني كل الإخوة، الأخت جميلة من المغرب، كل الجميع دايما يا رب كل خير ورمضان كريم عليكم بمزيد من الروحانيات والإحساس دايما الجميل بهذه اللمة من خلال هذه الأمسية. ويمكن استمعت إلى الدكتورة نسين الحقيقة، فيمكن مداخلتي المتواضعة، كيف نتجنب التلوث في الغذاء اليومي الذي يعني أكيد بنتفاعل معه ونتعامل معه سواء في الأسواق أو في البيت أو في أي مكان، كيف نحمي أنفسنا من هذا التلوث، وكيف يعني تستعيد أيضا الأسرة العربية أهمية الغذاء بشكل عام في ظل وجود يعني أبنائنا الحياة، ونحن نلمس ذلك أنهم اعتادوا على تناول الأطعمة من الخارج التي ليس فيها قيمة غذائية زي الكريبات والأطعمة التكاوي وأيضا الشيبسي والمشهيات التي في النهاية يعني تحمل كثيرا من الضعف الذي ينعكس يعني على الصحة بكل ما هو سلبي، كما يعني تفضلت حضرتك وكما يتفضل يعني يمكن الأطباء الذين أستمع إليهم في هذا الإطار. طبعا وأيضا يعني هل من الصعوبة أيضا إن احنا بالفعل يكون لدينا غذاء عربيا كما كان في ظل هذه العولمة؟ عايزين نتكلم بصدق، هل ممكن نتجنب هذا؟ ولكن يعني أعتقد أن الأمر قد يكون صعبا، لكن لحضرتك طبعا السؤال، الإجابة على هذا السؤال المتواضع، وكل الشكر والتقدير. أخوكم عبد الواحد محمد. أهلا وسهلا دكتور عبد الواحد، على مداخل وشكرا على مداخلتك القيمة جدا.
طبعا هو في ظل ما هو حاصل وفي ظل العولمة وفي ظل إنه أطفالنا يبغوا يأكلوا من المطاعم ويمكن يشوفوا بعض الناس أو المشاهير يعملوا إعلانات على بعض الوجبات، فطبعا من الصعب إننا نقول لهم لا. ولكن في نفس الوقت أنا دائما أقول لأولادي إنه عندما تدخل إلى مطعم معين، إذا رأيت ساحة المطبخ المطعم الأمامية قذرة لا تشتري، لأنه ما هو في الداخل أقذر من ما تراه. لأنه إحنا لو نجي نعملها كمثال، إنه في بيوتنا إذا الصالون اللي أنا أستقبل فيه الضيوف قذر، فبالتأكيد بقية المنزل أقذر، لأنه يعني هي واجهة المنزل إذا كانت قذرة فبقية المنزل ممكن إنها تكون أقذر من ذلك. فهذا طبعا مجرد مثال أنا دائما أقوله لأبنائي، ولكن ينطبق على المطاعم، لأنه بالفعل أنا إذا شفت مطعم دخلته وشفت إنه المطعم من الخارج أو من ساحة المطعم اللي يجلس فيها الضيوف قذرة، فأنا أعلم ويعني يقينا إنه ما هو في الداخل أقذر 100 مرة عن ما هو في الخارج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذتي نسرين، أنا مليكة طالب من المغرب. سؤالي يتمحور حول حقيقة نحن نعيش في شهر الفضيل رمضان، تعدد الخضر والفواكه لدرجة كبيرة، وبالخصوص في مدينة الدار البيضاء، لذا أجد صعوبة في الاقتناء، لأن الكل يحمل نفس المواصفات، نفس الكمية الموضوعة في الدكاكين، ولكن إذا أردنا أن نختبر جودة أي من هذه الفواكه، نجد أن بعضها ربما لم يأخذ طبيعته في لكي يكون ناضجا، ربما تمت إضافة مواد كيماوية إليه أو غيرها حتى يتسنى لنا الاقتناء. أستاذتي، المهم أننا نعاني من مشاكل عدة بالنسبة لحقيقة للباعة المتجولين وللخبازات اللواتي يبيعن الخبز والحلويات في هذا الشهر الفضيل، ولا ندري أنشجعهم أم كما قلت ندفع لهم كأن صدقة عوض الشراء، وشكرا. يا هلا وسهلا أستاذة مليكة، ويا هلا وسهلا بالمغرب وأهل المغرب. للأسف أنا دائما واجه بنظرات معناها ألا تملكين قلبا رحيما بهؤلاء الباعة المتجولين الذين يشقون على أنفسهم عشان لقمة العيش، عشان يبيعوا الخضار. نعم أملك، ولكن ليس على حساب صحتي وصحة أبنائي، ليس على حساب غذائي. لو عندي يعني مال وأريد أن أتصدق به عليهم سوف أتصدق به عليهم، ولكن لن أشتري منهم، لأنه يعني أنا أتكلم من خبرة وليس مجرد نظريات علمية. بعض الباعة المتجولين يحقن البطيخ والطماطم بمواد ملونة، يحقن الأسماك بمواد معينة حافظة، حتى الأسماك يعني لها أساليب غش كبيرة جدا، حتى القشريات زي الجمبري وغيره يحقنوها بماء وملح عشان يخلوه كده يعني شكله فريش.
وبعضها يحقنها بأشياء أخرى. الخضروات يضعوا عليها ألوان صناعية. فللأسف يعني الغش استفحل في هذه في عند هؤلاء الباعة المتجولين. لذلك أنا لا أحب أن أدع أبنائي يأكلون أكل من هذا النوع، ولا أنصح أحد أنه يأخذ منهم، لأنه في النهاية هي ليست مراقبة، بمعنى أنه ليس هناك جهة رقابية تفحص. ليسوا يعني مثلا أنا لما أجي أتكلم على محل تجاري، هذا المحل له لوحة وله رخصة من البلدية، وله غرامات تطبق عليه إذا تم رصد مخالفة لديه. ولكن بالنسبة للبائع المتجول اليوم في هذا الشارع وغدا في شارع آخر، ليس هناك وسيلة لتطبيق الأنظمة عليه، ليس هناك وسيلة لفحص منتجاته، ليس هناك وسيلة لفحص أساليب التخزين لديه. فبالإضافة إلى أنه يبيع منتجاته في الشارع، الشارع فيه كل الملوثات، عوادم السيارات من أكبر الملوثات للأغذية. الأغذية لها أنسجة مثل أنسجتنا، يعني مثل جلودنا، جلدنا يمتص. لما نضع على جلدنا كريم أو أي مادة، الجلد يمتصها سبحان الله. فهي كذلك أنسجة النباتات أو الفواكه أو الخضروات. جلد الطماطم مثلا، أو جلد البرتقال أو أي نوع من أنواع الفواكه، يمتص هذه الملوثات ويدخلها إلى داخل الثمرة. وللأسف من هنا يأتي التلوث بالمعادن الثقيلة وبعض الكيماويات اللي تسبب أمراض حتى أكثر من مجرد العدوى البيولوجية ولا العدوى الميكروبية. يعني أمراض يعني يعلم الله بها، يعني انتشار أمراض كثيرة كالسرطانات في المجتمع، بعدنا الله وإياكم عن سببها. أنا أرى أنه يعني المسبب الرئيسي لها تلوث الأغذية. ونحن يعني من باب الشفقة وحرام، وهذا ضعيف وهذا يبيع في الشارع وهذا نساعده، فنقوم نجي على صحتنا وصحة أبنائنا عشان نساعد شخص آخر. أوكي، أنا ممكن أني أساعده، ولكن بدون أن أعرض نفسي للخطر. أساعده بما يعني معي من مال، الكلمة الطيبة، أوقات صدقة، ولكن بدون ما أعرض نفسي أو أولادي لخطر. شكرا لك دكتورة نسرين على هذه الأمسية الرائعة التي استفدنا منها، ولكم الأجر والثواب بهذه المناسبة الكريمة وسط هذا الإشعاع الرمضاني الجميل. شكرا للنخبة الثقافية العربية التي دائما تغذي فكرنا وتقدم لنا كنوزا من العلماء والأدباء الذين نفتخر بهم. تحياتي. دكتورة نسرين، اسمحي لي أسألك سؤال ثاني. لفت نظري دكتورة أنك حريصة أن الخضار تكون لازم بعيدة عن اللحوم، اللحوم الحمراء بعيدة يعني عن بعض. يعني بس أني أنا لما فكرت أنه كيف هذه، طب كيف الخلط في معدتنا لما ناكل لحوم في نفس الوجبة؟ أحياناً الناس تأكل لحوم بيضة مع لحوم حمراء مع أنواع سلطات، مع مثلاً السلطات سيفود، مع الخلط هذا ممكن إنه يعمل تلبك في المعدة، ممكن يسبب تسممات دكتورة؟ سؤال جميل آخر أستاذة أمل. طيب، ربما أنا لم أوضح فكرتي بشكل واضح جداً. التسمم يأتي من الأطعمة الغير مطهية. يعني إحنا مثلاً إحنا لما نأكل اللحوم والخضروات في داخل المعدة، هي خلاص مطهية وتامة الطهي. إحنا رفعنا درجة حرارتها بشكل يقضي على البكتيريا الموجودة فيها، فما يسبب لنا التسمم في داخل المعدة. يعني إحنا ما أكلناها غير وهي صالحة للاستهلاك. ولكن في وقت الإعداد، ما المشكلة؟
انه مثلا انا عشان اطهي الخضروات بأطهيها على درجة حرارة ربما يعني الكثير ما يعرف درجات الحرارة بالتحديد، ولكن طبعا أنا أتكلم عليها من خبرة، إنه درجة الحرارة بتكون لطهي اللحوم ما بين 70 إلى 80 درجة مئوية. هذه درجة الحرارة كافية للقضاء على الملوثات اللي فيها. لما نجي الآن نطهي الخضروات إحنا ما بنوصل فيها لدرجات الحرارة العالية كده، فبعض الملوثات اللي تنتقل من اللحوم للخضروات تبقى في الطعام. ربما أوقات إنه يصيبنا التسمم بالذات إذا بقيت لدرجة لفترة طويلة بعد الطهي في درجة حرارة غير مناسبة، درجة حرارة المطبخ، وهذا يمكن كان إحدى الأسئلة اللي سألتها، هل إذا تم طهي الطعام وجلس في المطبخ 4 ساعات هل يعتبر آمن للاستخدام؟ الكثير يقول إنه آمن، طيب وعمره ما صار لنا الشيء وعمرنا ما تسممنا وحياتنا كويسة وأمورنا تمام، إيه إن شاء الله بحفظ الله ورعاية أموركم تمام، ولكن هناك احتمالية تسمم. لماذا؟ خليني أحطها في تسجيل ثاني لأنه يحتاج لها تفصيل أكثر. لماذا احتمالية التسمم تكون لما يطهى الأكل ويوضع في درجة حرارة غير مناسبة؟ في حاجة يسموها الحمل الميكروبي للطعام. الطعام ممكن يكون فيه عدد الميكروبات قليلة جداً، حتى وإن التلوث يعني حتى وإن انتقلت الملوثات من طعام لآخر، ولكن كبداية وبعد الطهي مباشرة يكون الحمل الميكروبي هذا قليل، يعني مثلا تكون 100 مستعمرة ميكروبية، ولكن في خلال 4 ساعات عدد المستعمرات الميكروبية ينتقل من 100 إلى ملايين المستعمرات الميكروبية التي يمكن أن تسبب التسمم. عشان كذا إذا طهي الأكل يوضع في الثلاجة. خلط الأكل بعد الطهي ليس به أي شيء، ولكن لا تتركه خارجا، ضعه في الثلاجة. خلط الأكل في المعدة، أكل مطهي وهو في المعدة، وطبعا حمض المعدة هو طبعا وسيلة دفاع عن الأولى عن بعض الملوثات، حتى لأنه الملوثات لا تصمد في البيئة الحامضية، وقت بعض الملوثات ممكن إنها تصمد بس كثير منها لا تصمد في البيئة الحامضية، ولكن إحنا أصلا قبل تناول الأكل قبل تناول الطعام إحنا نبغى طعام آمن. أنا لا أتكلم عن إذا كان صحي أو لا، أنا أتكلم إذا كان آمن أو لا. إذا كان الطعام آمن فهو لن يجلب لنا الأمراض المتعلقة بسلامة الغذاء، وليست المتعلقة وليست الأمراض الأخرى المتعلقة بالصحة زي السمنة ولا أمراض القلب ولا كده، هذه يعني ندعها جانبا لأخصائي التغذية، يمكن هم أعلم مني في مجال التغذية، ولكن هو حتى يكون آمن. فنحن إيش في عندنا؟ حاجتين لازم أو 3 أشياء مهمة جدا جدا في مجال سلامة الغذاء. أولها النظافة الشخصية، وأنا يعني أجزم إنه يعني ما شاء الله معظم الناس النظافة الشخصية في البيوت على مستوى البيت وليس على مستوى المنشآت الغذائية، لأني يعني رأيت فيها العجب العجاب، ولكن على مستوى المنزل معظم البيوت ما شاء الله نظيفة، فتحقق الشرط الأول. الشرط الثاني إنه البعد عن التلوث الخلطي اللي هو نقل الميكروبات من طعام لآخر، لأنه ليس كل يعني ليست كل الأطعمة سوف تطهى بنفس درجة الحرارة، فإذا ابتعدنا عن نقل الميكروبات من طعام لآخر فإحنا على الأقل قللنا التلوث بنسبة أخرى، يعني نسبة كبيرة أخرى. وفوق هذا حفظ الطعام في درجات حرارة مناسبة. ما هي درجات الحرارة المناسبة لحفظ الطعام؟ وسوف أتكلم فيها في تسجيل آخر. درجات الحرارة المناسبة لحفظ الطعام هي 5 درجات مئوية وأقل، وهذه على فكرة هذه درجة اللي كل أحد في هذا الجروب يروح يشيك الثلاجة عنده، يجب أن تكون على 5 درجات مئوية وأقل. يعني في عندنا الثيرموستات حقت الثلاجة المفروض إنها لا تتعدى 5 درجات مئوية، لازم تكون 5 درجات مئوية وأقل، لأنه هذه درجة الحرارة اللي تبطئ من نمو البكتيريا. عشان نتحكم في درجة حرارة الفريزر يجب أن تكون على ناقص 18 درجة مئوية وأقل، حتى نتأكد أنه الميكروبات
تكمن في درجة الحرارة هذه، يعني لا تنمو ولا تموت، تتجمد مثل ما هي، تجلس يعني مجمدة في درجة الحرارة هذه. بس إذا كانت درجة الحرارة، إذا كانت درجة حرارة الفريزر تسمح بالنمو، يعني تكون إنها درجة حرارة أعلى من ناقص 18، أوقات ممكن تسمح لنمو بعض الميكروبات. فهذه كمان نقطة بالنسبة لدرجات حرارة الثلاجة. سامحيني أنا توسعت جدا بالنسبة لسؤالك، ولكن أتمنى إني أكون غطيت السؤال الأساسي. أشكرك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن سن بسنته واتبع هداه. أولا الشكر، كل الشكر لأختنا الفاضلة الدكتورة نسرين عبد السلام على هذه الأمسية القوية جدا التي فعلا نحتاجها في عالمنا العربي، وتوعية المجتمع بهذا الموضوع القوي جدا، ألا وهو الغذاء وتسمم الغذاء وطرق تسمم الغذاء والمعلومات الثرية التي فعلا أثرت بها هذه الأمسية. وأنا أشكر أختي الدكتورة نسرين، أعرف أن لديها أبحاث كثيرة ولديها أشغال كثيرة، وخاصة في هذا الشهر المبارك، إلا أنها حفظها الله عدت لهذه الأمسية وتكون في رمضان لأنها مهمة جدا في هذا الوقت، فجزاها الله عنها خيرا. أنا مداخلتي لأختي الدكتورة نسرين حفظها الله، وهي تحدثت عن الخزانات الأرضية في العماير ومتى نظفت. حقيقة دكتورة للأسف يعني هذه مشكلة كبيرة جدا، ونادرا وأقولها ما تنظف الخزانات الأرضية، وهي دائما مسلحة يعني من الخرسانة ومعزولة تكون بالعزل، ولكن حقيقة تنظيفها نادرا ما يقوم به الناس، وأنا واحد منهم. وكذلك الخزانات العلوية أيضا ما تنظف. فهل هناك مدة زمنية محددة يجب أن تنظف فيها الخزانات العلوية والأرضية حفظك الله؟ وطبعا هناك كثير من التساؤلات الليلة، ولكن أن هذه مداخلتي الأولى حفظك الله. يا هلا وسهلا دكتور محمد، وشكرا لك أولا وأخيرا لإتاحة الفرصة لعمل هذه الأمسية. وللاختصار إجابة على سؤالك، نعم يجب تنظيف الخزانات الأرضية والعلوية لعدة أسباب، منها أوقات مياه الأمطار لما ترتفع أو أنه أكرمكم الله المجاري لا تستوعبها أحيانا في بعض المدن، اللي يصير إنها تدخل على الخزانات الأرضية. أوقات بعض العمال يتركوا الخزان مفتوح، فهو بيئة مناسبة لدخول الحشرات أو الكائنات، الحمام، الطيور، وبعضها ينفق في داخل الخزانات ونحن لا ندري. احنا ما نعرف انه هناك طير او فأر او قط نافق داخل الخزان، اذا لم نفتحه ونكشفه وننظفه لن نعرف. ممكن يكون يعني احد مجرد انه يشيك على الخزان او يشيك انه الموية موجودة او لا، وفي يعني لمحة بصر ممكن انه يدخل اي من الملوثات داخل الخزان، بالاضافة الى الغبار والأتربة والملوثات الأخرى وتكون الكائنات الفطرية والميكروبات داخل الخزانات، فهي يجب أن تنظف بشكل دوري. التوصيات إنه الخزان يجب أن ينظف كل 6 أشهر. في شركات متخصصة لتنظيف الخزانات الأرضية والعلوية، المفروض إنه الخزان ينظف كل 6 أشهر. وأنا سألت هذا السؤال تحديدا لأني والله على يعني على مدار 4 سنوات أسأل من حولي كم مرة تنظف الخزان الأرضي والعلوي، لم يجبني أحد بإجابة إيجاب إنه ينظف الخزان كل 6 أشهر أو حتى كل سنة. لا يوجد، يعني في ناس يجلسوا 10 سنين في منزل وعمرهم ما نظفوا الخزان، مع العلم إنه أوقات اختلاط مياه المجاري بمياه الأمطار وعدم تصريفها
ممكن أنه عند طفح هذه المياه تدخل على الخزانات الأرضية وتسبب تلوث المياه بالميكروبات. يعني في النهاية غطاء الخزان الأرضي ليس غطاء يعني محكم بشكل كامل يعني هو محكم نوعا ما، ولكن إذا 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 جات فوقه مويه أو غطته المياه ممكن تدخله، يعني ليس محكم يعني مثلا بمادة صمغية أو جلد أو حاجة تمنع تماما دخول أي شيء لداخل الخزان. يعني هذا اللي أنا أشوفه في معظم الخزانات الأرضية والعلوية الموجودة، بالإضافة إلى أنه في أنواع معينة من الميكروبات، هذه الميكروبات ممكن تسبب مرض النيمونيا والعياذ بالله يعني لبعض الناس، مجرد استنشاق الماء الملوث بها، يعني حتى مو شربه، يعني مجرد استنشاقه في الاستحمام أو الوضوء ممكن الشخص تنتقل له هذا النوع من الميكروبات. فطبعا غسل الخزان كل 6 أشهر مهم جدا وضروري جدا. هناك بعض البيوت اللي بتوصلها الماء عن طريق البنى التحتية، هذه وضعها مختلف. طبعا هذه الماء ما بيكون راكد زي مياه الخزانات، مياه الخزانات الماء اللي فيها يعتبر ماء راكد. اللي بالبنى التحتية اللي بيوصلها الماء مباشرة زي بعض يعني الكمباوند، المشاريع اللي يعني مجهزة ببنى تحتية يوصلها الماء مباشرة من التحلية، هذه وضعها يعني مختلف، لأنه أنا أثق تماما في مياه التحلية. المياه تصلنا من التحلية نظيفة جدا ومعالجة بأفضل طرق المعالجة. المشكلة ليست في مياه التحلية، المشكلة في مواسيرنا التي لا تغير، اللي تكون صدئة، ولا فيها، ولا في ناس ما زالوا يستخدموا المواسير الحديد اللي ممكن انها تصدأ، القابلة للصدأ، وفي خزاناتنا الغير نظيفة. هذه المشكلة، بس المشكلة ليست في مياه التحلية نفسها. دكتورة نسرين، بسم الله ما شاء الله، يعني مش عايز أقول قد إيه أنا استمتعت عايز أقول الدقائق اللي أنت كنت معانا فيها، إن إحنا عايزينك تقعدي بالخمس 7 ساعات لولا السهر. سؤال آخر، ماذا عن سلامة الأدوية؟ هل تأخذ نفس إجراءات التي تتم في سلامة الغذاء أم لا؟ يعني بالتأكيد نحن نواجه كثيرا من انتقال الفيروسات من العامل إلى الأدوية التي يوجد فيها في المصانع تصنيع الأدوية، فده شيء يفزعنا أيضا، يعني طمنينا من هذا الجانب، أم هو اختصاص آخر غير اختصاص حضرتك بالتأكيد له صلة من قريب أو بعيد بتخصص حضرتك؟ يعني سعادة المستشار أسامة، شكرا لك لمداخلتك للمرة الثانية. وبالفعل التحكم في سلامة الأدوية هو تخصص آخر، وربما هي ما زالت الهيئة العامة للغذاء والدواء منوطة به، ولكن يعني ليس لي تلك الخبرة فيه. يعني أنا خبرتي في مجال الأغذية ومجالات تصنيع الأغذية، ربما ينطبق عليه أضعاف العناية اللي بتطبق على مصانع الأغذية، وتطبق عليه رقابة شديدة جدا، ولكن يعني إحنا من أول دروس الأحياء اللي تعلمناها إنه الميكروبات موجودة في كل مكان بلا استثناء، حتى في الهواء الذي نستنشقه، ولكن دورنا إننا نقلل منها قدر الإمكان وبكل الطرق الممكنة وبكل التدريب وبكل ما أوتينا من قوة، لأنه في النهاية من يتأثر هم أبناءنا، آباءنا، إخواننا، جيراننا، كل من نحبهم. فيعني لذلك أنا هذا المجال من المجالات، يعني بجد أنا اتخذته تخصصا، وهو مجال محبب لقلبي جدا جدا جدا، يعني وأرى فيه إنه يعني بالرغم من إنه يعني بالمناسبة إنه كثير من الناس يعني مو ما يعجب كلامي، ولكن لا يريد أن يسمع لأحد يقول له انتبه من التسممات، انتبه من
من انتقال العدوى، انتبه يعني من التحذيرات الشديدة، ولكن في نفس الوقت أنا أعتبرها واجب. ربما مجال الأدوية لم أدخل فيه بشكل أو بآخر، ولكن في مجال الغذاء يعني ممكن إني أعطي كل التنظيمات أو التشريعات اللي في هذا المجال، اللي تضمن على الأقل سلامة الغذاء أو تضمن وصول الغذاء للمستهلك بشكل لا يسبب له الأمراض. أسعد الله مساءكم بكل خير من النخبة الفاضلة، وأسعد الله مساءك بكل خير دكتورة نسرين. الحقيقة محاضرة رائعة في وقت مميز، وطرح أكثر من رائع، وأعتذر أنا لدخولي متأخرة، حاولت أسمع يعني من البداية ما ذكر لعلي أستدرك ما فاتني، وإن شاء الله أقول إني أستدركت بعض الشيء. لكن الحقيقة المحاضرة من المحاضرات اللي لها ثقل ولها قيمة قوية وقيمة، خلينا نقول يعني ترتبط بحياة الإنسان وبحياة البشرية، وخاصة في المرحلة هذه اللي إحنا نتعامل فيها مع أوبئة ومع أمراض ومع أشياء يعني تظهر كل يوم، أشياء جديدة يعني تثير البشر وتؤدي إلى أمراض يعني لا يعرف لها أحيانا سبب أو علاج. سؤالي من خلال تجربة، يعني أنا أقول في المملكة العربية السعودية، هل هناك اهتمام من جهة وزارة الصحة ومن الجهات المسؤولة تجاه متابعة المطاعم، متابعة الفنادق، متابعة الكافيهات لتطبيق هذه الاشتراطات؟ اللي أعرفه أنا إنه في المدارس تهتم إدارات التعليم في كل منطقة بنوع من الاشتراطات، خليني أقول من اللي سمعته الآن يعني وأنا مارست هذه التجربة، أشياء تعتبر سطحية وأشياء تعتبر بسيطة، لكن في ظل ما بنلاحظه إحنا محتاجين لتطبيق أشياء عميقة جدا. فهل المملكة تطبق هذا على جميع القطاعات التي تهتم بالغذاء، أو هي مجرد في المستشفيات؟ أنا لاحظ في المستشفيات إنه في شيء من الدقة، لكن في باقي القطاعات ما أعتقد إنه هذا. بس بحكم يعني إنه هذا يطبق، بس بحكم عملكم، هل عندك فكرة إن هذه الاشتراطات وهذه المحاذير تطبق على هذه القطاعات؟ أنتظر ردك، حفظك الله. أهلا وسهلا بروف نجات، وأسعدني سؤالك جدا. نعم طبعا هناك جهات تطبق الاشتراطات السلامة الغذائية في المنشآت الغذائية، ولكن تختلف حسب القطاع. يعني مثلا قطاع المطاعم والفنادق والمحلات التجارية مسؤولة عنها وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات، هم من يجرون الرقابة الغذائية. والصراحة يعني أنا في أكثر من جروب لحقون مثلا أمانة جدة أو أمانة الرياض أو أمانة القصيم، والله شباب زي الورد ويثلج الصدر في المتابعة. ربما الأعداد غير كافية إنها تغطي كل الأماكن، ولكن يعني بيقوموا بجهد جبار جدا 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 في العمل على الحفاظ على سلامة الغذاء للمستهلك. بالنسبة للمصانع زي مصانع الأجبان والألبان واللحوم والمياه وغيرها من مصانع الأغذية اللي يقوم بالمراقبة عليها ومتابعة تنفيذهم لاشتراطات السلامة، فهي الهيئة العامة للغذاء والدواء. وهذه طبعا يعني أصلا حتى كل المصانع الآن يطبق عليها أنظمة السلامة الغذائية الدولية اللي هي نظام الهسب
أو نظام الآيزو يجب أن يكونوا مطبقين. حاليا طبقوا على كل المصانع عالية الخطورة اللي هي مصانع اللحوم والألبان والمياه، بنهاية 22 كان التطبيق كامل لهذه المصانع. ما في مصنع ما بيطبق نظام الهسب من هذه الأنواع من المصانع، اللحوم والألبان والمياه. وبالنسبة للمصانع الأخرى، كل مصانع الأغذية الأخرى اللي في السعودية سوف تطبق تطبيق كامل بنهاية 2022، عام 2022. بالنسبة للمدارس، أعتقد وزارة التعليم هي من تقوم بالدور الرقابي عليها، يعني لا أعرف إنه هل هو بتنسيق من مع وزارة الصحة أو لا، فلا أعرف يعني التفاصيل إنه كيف تكون، لأنه أوقات الجهات التعليمية والحرم الجامعي يعني تطبق عليهم أمور مختلفة مش زي المنشآت التجارية الأخرى. ولكن أنا متأكدة إنه في جهة رقابية لهم، سواء بتنسيق مع وزارة الصحة أو بتنسيق مع الأمانات أو مكتب أو إدارة خاصة في إدارة التعليم معنية بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية للمدارس والجامعات. يعني مثلا في الجامعة أنا أعرف إنه في جهة معينة تشرف رقابيا على الكافيتريات والأماكن التي تبيع الأغذية للطالبات داخل الحرم الجامعي أو للطلاب داخل الحرم الجامعي. المدارس الصراحة ما أعرف كيف هو ترتيب الوزارة لها، ولكن أنا متأكدة أنه هناك يعني تنظيم أو تنسيق رقابي لسلامة الغذاء في هذه الأماكن. أسعد الله مساءكم بالخير والمسرات دكتورة نسرين، موضوع شيق وجميل، يتحدث عن الصحة العامة خاصة يعني الأكثر فائدة من هذا الجانب، الزوجات والأمهات والأخوات والبنات التي يشتغلن في المطبخ وإعداد الوجبات، وأيضا الأزواج الذين لديهم تلك المشاركة مع أهلهم والمعرفة بما يدور في منازلهم. أنا الحقيقة يعني لفت نظري الخزانات وتساؤلك حول كم مرة يتم تنظيف الخزانات العلوية والسفلية، علما أن الخزانات يعني تم تنظيفها يتم تنظيفها مرة في السنة، والماء الذي يصل إليها عبارة عن ماء تحلية بواسطة الأنابيب المصنوعة من البلاستيك وليست من الحديد الذي يكون من خصائص الصدى، ومع ذلك نقوم بالتنظيف سنويا للخزانات. هل هي تكفي أم هناك معيار آخر؟ وشكرا لك. يا أهلا وسهلا دكتور سعد، وأشكرك لمداخلتك القيمة. بالفعل هنا التوصيات أنه ينظف الخزانات العلوية والأرضية كل 6 أشهر، وأكرر في النسبة لهذه النقطة أن المياه التي تصل من مياه التحلية هي مياه نظيفة ومعالجة بأعلى المعايير الدولية، يعني بجد والله، وليس لطمأنة الناس، ولكن هذا من خبرة يعني شخصية واطلاع شخصي على ما تقوم به الجهات المعنية بتحلية المياه، إنه بيقوموا بكل ما بوسعهم، وإنه التقنية المستخدمة من أفضل وأعلى التقنيات في معالجة المياه. هذا بالنسبة لمياه الشرب. الخلل دائما يأتي من خزاناتنا ومواسيرنا. إذا إحنا بننظف الخزان نضمن، يعني مثلا في مدينة جدة يا دكتور، عندنا مشكلة مثلا في المجاري أكرمكم الله، دائما خلال موسم الأمطار أو وقت يعني لما تنزل تهطل الأمطار بتصير يعني فلودينج أو فيضان معين للأمطار، إنها بتغطي الشوارع أو مثلا في الأحياء اللي ما اتفتحت فيها أكرمكم الله المجاري، فتطفح فيها المياه حقت الأمطار. هذا الطفح يسبب أوقات دخولها للخزانات، يعني حتى مثلا لو أنا منظف الخزان قبل 2 شهر وجاءت الأمطار، لازم أتأكد إنه هذه المياه الآسنة اللي اختلط بكل ملوثات الشارع ما تكون دخلت للخزان عندي.
إنه يكون الخزان مرتفع، فوهة الخزان مرتفعة بشكل مناسب إنها تضمن عدم اختلاط هذه المياه بالخزانات عندي، إنه ما أحد يفتح الخزان، أو مثلا الخزان يكون عليه أقفال معينة عشان ما أحد يفتحه ولا حتى بالغلط، ولا حتى إنه يشيك عليه، لأنه ممكن قطة، طير، فأر ينفق داخل الخزان ويلوث الماء بدون ما نعرف. أوقات يعني أفتكر زمان، يعني لما كنت صغيرة كان أوقات بعد موسم الأمطار حتى مياه الوضوء أو المياه اللي يعني تجي في أكرمكم الله الحمامات أو المطابخ تتغير رائحتها، طبعا تتغير رائحتها للأسف من اختلاط، لأنه لما يصير الطفح من مياه الأمطار بتختلط مياه المجاري على مياه الأمطار وتدخل لمياه الخزانات. هذه مشكلة كبيرة يعني أنا أشوفها في مدينة جدة وربما بعض المدن الأخرى، يعني ما أقدر أتكلم عن المدن الأخرى ولكن أتكلم على بعض الأحياء في مدينة جدة، وربما البعض أيضا يعاني من نفس المشكلة. فهذه أهم الملوثات. التوصيات إنه يغسل الخزان كل 6 أشهر، المفروض إنه يكون عنق الخزان مرتفع قليلا عشان نضمن إنه حتى لو صار طفح في المياه ما تدخل على الخزان، المفروض إنه الخزان يغلق بشكل تام ولا يكون لأحد مدخل عليه إلا أشخاص ثقة، يعني حتى لا يأتي أحد يعني من ضعاف النفوس أو غيرهم ويخليه مفتوح يوم أو يومين وللأسف يدخل فيه أي حاجة. أنا أشوف بعض العماير أو البيوت الشعبية الخزان مفتوح، أو مثلا يأتي سائق أو عامل يفتح الخزان ويتركه مفتوح لساعتين 3 ساعات ليوم كامل، وبعدين يجي يغلقه في اليوم الثاني أو عشان يشيك إنه هل الموية حقت التحلية وصلت للخزان ولا لا، فيقوم يتركه مفتوح. فللأسف أنه ممكن تأتي الملوثات من كده، غير الأتربة والغبار. يعني الغبار إحنا لو يعني لو نطبق يعني مثلا في داخل البيوت، إحنا عندنا الشبابيك والشبابيك عليها ستاير والشبابيك محاطة بمادة مطاطية عشان تمنع دخول الأتربة والمياه، ومجرد أنه يجي غبار البيت كله من جوا يدخله الغبار. يعني شوفوا بالرغم من أنه يعني مقفولة يعني مغلقة إغلاق محكم، فما بالكم بأغطية الخزانات، ما بتكون محكم إغلاقها كإحكام إغلاق الشبابيك مثلا في المنازل. فعشان كده دائما يعني قليل جدا من الناس اللي ينتبهوا للخزانات ويجيبوا شركات متخصصة تنظفها، ربما مكلفة ولكن الصحة تكلفتها أكبر بكثير. فالله يعافينا ويعافيكم ويبعد عنا وعنكم كل المساوئ والأشرار. بسم الله الرحمن الرحيم. مداخلة أخرى، حفظك الله دكتورة. أنا بسأل يعني ما رأيك بصراحة في المطاعم، مطاعم يعني بصفة عامة كل يوم نشاهد أمور جديدة و ملاحظات جديدة، نريد فعلا ملاحظاتك أنت يا دكتورة وتوجيهك وتقييمك لنا حفظك الله. شكرا لمداخلتكم دكتور. والله المطاعم وما أدراك ما المطاعم، المطاعم هذه في حد ذاتها حكاية، يعني رأيت فيها الكثير. البعض يطبق أنظمة سلامة ويعني يحاول يدرب العاملين، ولكن البعض لا يطبق أدنى اشتراطات السلامة. يعني بكل أمانة بعض المطاعم يعني أنا أعتبر، أنا شخصيا أعتبر أنه أكلها غير صالح للاستخدام الآدمي من كثر ما أشوفها، يعني أشوف أيدي العاملين ولا يعني ملبسهم أو طريقة تعاملهم مع الغذاء، أو مثلا يعني مثلا خلي أقول لكم على أمثلة مثلا ألاحظها. طبعا دائما الشخص المتخصص في سلامة الغذاء عينه فاحصة من أول ما يدخل مطعم ولا يدخل صالة طعام، تلاقي عينه تطالع في السقف، في الجدار، في العاملين، في كل حاجة. فمن الأشياء اللي أنا ألاحظها أوقات في بعض يعني الباعة
في بعض المنشآت الغذائية، يعني مثلا لما يجي يعطيني الصحن كيف يحط يده على الصحن لما يجي يقدمه، المفروض أنه العامل يدرب أنه ما يمسك الصحن غير من أسفله، ما يحط إصباعه في داخل الصحن، ما يمسك الكاسة، ما يمسك الملعقة من الجهة اللي تلامس شفة المستهلك أو اللي تدخل في فم المستهلك. مثلا أشوف بعض العاملين يقوم بأكثر من مهمة في المنشأة الغذائية، يعني مثلا يلبس الجلوفز أو القفاز ويقطع الإصبع على الإبهام عشان يقدر يحاسب والفلوس ما تلصق في بعضها، وبعد كده يرجع يتعامل مع الغذاء بدون ما يغير القفاز. أو مثلا يلبس القفاز ويقوم بكل المهام اللي تسند لي، حتى لما يجي يدخل الحمام أو يخرج في البريك حقه وهو لابس القفاز، أو يشيل القفاز من يده ويرجع مرة ثانية لما يرجع للعمل مرة ثانية يقوم يلبس نفس القفاز اللي شاله من يده. فهذه كلها أشياء أنا رأيتها يعني في المطاعم، أنا أراها، يعني أراها في كل يوم وفي كل وقت وفي كل ساعة وفي كل دخول للمطاعم. يعني والله يعني في 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 كده شيء حصل في آخر مرة، يمكن كان عندي اجتماع عمل مع زميلة في مطعم يعني يعتبر من المطاعم فئة الخمس نجوم. دخلنا المطعم أنا وهي، وأول حاجة جاء الويتر أعطانا ماء، يعني في معظم المطاعم أول حاجة يقدم مثلا الماء أو يسأل الشخص إنه إذا يبغى الماء، فجاب الكاس وصب الماء. هذا دحين في زمن كورونا، في 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 الأوضاع الحالية الراهنة حقت كورونا. فطبعا أنا جيت أخذ الكاسة ولسه أبغى أشرب، طبعا أنا عندي مبدأ أني ما أشرب من كاسة بدون مصاص، يعني بدون السترو المصاص اللي أشرب منه، أقرف جدا أني أشرب من أي كاسة مباشرة ويكون شربوا فيها ناس كثير، ويعني أنا يعني شخصيا. فأنا جاي أشرب من الكاسة بالمصاص وألاحظ روج لسيدة أخرى شربت من الكاسة قبلي، والكاسة لم تغسل بالشكل اللي يشيل حتى الروج من أطرافها. فطبعا يعني هو اعتذر العامل، ولكن يعني مقارنة بالوضع الراهن، احنا نحن الآن في وضع كورونا، وكورونا تنتقل باللعاب وتنتقل من شخص لآخر. طب انتوا يعني اصلا ادنى اشتراطات النظافة ما عملتوها، يعني انت ما غسلت الكاس، انت مطعم خمس نجوم، انا ما اتكلم عن مطعم شعبي، انا اتكلم عن مطعم خمس نجوم ويقام فيه لقاء عمل وناس يعني في مستويات معينة ودافعين مبالغ كبيرة عشان يدخلوا مطعم زي كده، ولكن في النهاية اجد روج من سيدة اخرى على الكاسة اللي فيها الماء. واضح جدا، يعني هو طبعا شال الكاسة واعتذر أكثر من مرة. فيعني المطاعم، أرجع أقول نفس النصيحة، أي مطعم هو المطعم النظيف، أي مطعم تدخله ساحة وغير نظيفة فما هو في الداخل أسوأ بمئة مرة. فهي الساحات النظيفة، ويعني يا الله الواحد اتخرج منها في النظافة، فما بالكم يعني إذا كانت ساحة المطعم اللي هي أصلا بتهيأ لاستقبال الضيوف غير نظيفة، فما بالكم في بداخل المطعم، بما في داخل المطعم. الله المستعان. هلا بروف نجات. نعم هناك تعاون بين الجامعة وبين القطاعات اللي تحتاج التخصص، طبعا إما بالإعارة أو مخاطبة للقسم المعني أو عمل شراكات مثلا، أوقات يطلبوا مثلا بعض القطاعات أنواع معينة من الدبلومات أو أنواع معينة من الدورات للتثقيف الغذائي، وأوقات يطلبوا مثلا عضو هيئة التدريس للعمل بشكل يعني فول تايم إنه يكون في منشأة ما، بس طبعا لازم لها مخاطبات رسمية مع الجامعة. بالفعل كلية علوم الإنسان لها حراك مميز في الجامعة بالنسبة للتوعية والتثقيف، وشكرا الصراحة إنك يعني متابعة
بارك الله فيكم واسعدك الله يا رب. دكتورة نسرين، نأسف لإزعاج معاليكم، لكن هي فرصة نادرة أن نستقي من حضرتك المعلومات التي تمس حياتنا اليومية. نريد رأي حضرتك في أشياء نشوف نلتزم بها أو نتجنبها لأنها بتمس حياتنا اليومية لعشرات المرات، فمثلا شراء الأطعمة في الأكياس البلاستيك، مثلا الزجاجة البلاستيكية التي نشرب فيها ونضعها في الثلاجة لنحتاج إليها عشرات المرات في اليوم والليلة، كل هذه الأشياء وغيرها. نريد منك شراء الأطعمة في أكياس، أيضا شراء الأسماك والفراخ وما إلى ذلك واللحوم طبعا. ماذا تنصحيننا في النهاية كي نتلافى أكبر كم ممكن من الميكروبات التي تدخل أجسامنا بصورة يومية؟ شكرا لحضرتك. سعادة المستشار، والله الحديث يطول عن هذا الموضوع، عن موضوع البلاستيك. للأسف يعني مثلا أنا أرى بعض الناس أنه ليس مجرد أنهم يشتروا الأكل في البلاستيك، طيب ممكن هو يشتري الخبز. طبعا هنا في السعودية منع بيع الخبز في البلاستيك وهو ساخن، لأنه البلاستيك يطلق مواد كيميائية على الخبز ممكن إنها تصل للمستهلك إذا أخذها أو إذا تناوله وهو ساخن. فلازم عندهم حلين، إما أن يضعوه في أكياس ورقية أو يضعوه في أكياس بلاستيكية بعد أن يبرد تماما. فهنا هذه حاجتين. ولكن أرى بعض الناس يعني يشوف أوقات إنه هي يعني هي سلامة الغذاء لازم تكون من كل الأطراف، من البائع ومن المستهلك. المستهلك يجب أن يكون واعي. والله ما يحز في نفسي إنه أوقات المستهلك لا يكون واعي بالخطر المحدق به. يعني يجي الشخص يقوم يسخن الخبز في الأوعية في الكيس البلاستيكي، أو يخزن الأطعمة في الكيس البلاستيكي اللي اشتراها فيه، أو ممكن يكون وعاء بلاستيكي أخذ تيك أواي ويجي ويحطه في الميكرويف ويسخنه. ليست كل الأوعية يمكن دخولها في الميكرويف، وحتى الأوعية التي يمكن أو الشركة المصنعة تقول أنه يمكن دخولها في الميكرويف ليست آمنة فوق 100 درجة مئوية. يعني لو الميكرويف سخن الغذاء فوق 100 درجة مئوية تبدأ تطلق مواد سامة على الغذاء، وبعضها مواد مسرطنة على الغذاء. فلننتبه، أسعدكم الله، لهذا الموضوع. والله يعني أنزعج جدا لما أرى ناس إنه يعني لا ينتبهوا لهذه الأمور. هي أمور صغيرة جدا ويمكن الناس يتهاونون فيها، ولكن يعني صدقوني الأمراض تنتشر بشكل كبير جدا من التصرفات اللي احنا نعملها. احنا ما نقدر اننا نلوم المطاعم باستمرار او نلوم المنشآت الغذائية باستمرار، ولكن جزء من الخطأ يقع على عاتق المستهلك. المستهلك الغير واعي ممكن انه يتسبب في اتلاف صحته ببعض التصرفات. يعني مثلا ألاقي ناس يقول يسخنوا أغذية في الميكرويف، لما أسأله يقول لي لا 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 هذه مخصصة للميكرويف. طيب أوكي، مخصصة للميكرويف، أقرأ كيف هي مخصصة للميكرويف. هي مخصصة للميكرويف لمئة درجة، الشركة المصنعة لا تضمنها في أكثر من 100 درجة مئوية. الكل يخاف من الميكرويف ولا يخاف من الأوعية البلاستيكية التي توضع في الميكرويف. يعني شوف كيف الناس يفكرون في مشكلة الميكرويف نفسه، مع أنه الميكرويف آمن، ولكن الأوعية التي توضع في الميكرويف أوقات تكون ما هي آمنة. التسخين في الأوعية البلاستيكية غير آمن. إذا كانت أوعية غير مسموح بها للاستخدام في الميكرويف غير آمن، استخدام الأوعية البلاستيكية أو إعادة استخدامها غير آمن، إعادة استخدام عبوات الماء البلاستيكية غير آمن.
هي عبوات الماء البلاستيكية. الآن في بحوث كثير تقول إنه في بعض البارتيكلز أو الذرات البلاستيكية الصغيرة اللي يمكن أن تؤثر على صحة المستهلك بتدخل للماء علشان طرق التخزين الغير جيدة لعبوات الماء. يعني مثلا الشركة اللي تجيب عبوات الماء تكون حاطتها في درجة حرارة عالية جدا، أو تكون حاطتها في درجة في ظروف حفظ غير مناسبة، فهذه كمان ممكن إنها تسبب إنه البلاستيك اللي مصنوع منه المادة البلاستيكية اللي مصنوع منها عبوة الماء ممكن تطلق مواد سامة على الماء نفسه. فنحن في النهاية المصنع لا يضمن السلامة في ظروف معينة. إذا يعني هذا كأنه عقد ما بين المصنع وما بين المستهلك، إذا اختلت هذه الشروط أو هذه الظروف فأنا كمصنع لا أضمنها. يعني أنا قلت لك إنه خزنها في درجة حرارة كذا، لا تتعامل معها تحت الشمس، لا ترجها، لا تفتحها، لا، يعني أديتك لستة من الاشتراطات. فإذا المستهلك لم ينفذها فطبعا ممكن إنه يكون عليه للأسف يعني خطر عالي، لأنه هو ما، وبعدين في النهاية يقوم المستهلك يلوم المصنع، يقول لا هذا المصنع ما قال وما عمل، وأنا لما أخذت كده قست فيه وعملت. يعني أنا فين وعي؟ أنا كمستهلك أين هو الوعي عندي؟ أنا لازم أقرأ، لازم أعرف، لازم ما أستخدم مادة أو ما أستخدم إناء في مع الحرارة بدون ما أقرأ عليه هل هذا الإناء ممكن يستخدم في حرارة عالية أو غير ممكن. أرى الناس للآن يستخدموا مثلاً الميلامين، أرى الناس إلى الآن يستخدموا الزجاج. الزجاج هو الأفضل للاستخدام، الميلامين ليس الأفضل. الميلامين صارت عليه بحوث كثير، وإنه في بعض المواد اللي ممكن تكون مسرطنة، ويعني من فترة طويلة وهم يحذروا من استخدامه بشكل كامل، بالذات مع الأغذية الحارة، الأغذية الساخنة اللي تتحط داخل الأوعية. أوقات يعني أوقات أنا ما أسخن في البلاستيك، مثلا كمستهلك يقول لي أنا ما أسخن في البلاستيك ولكن أضع فيه طعام حار. طب أنت نفس المشكلة، الطعام ممكن يكون درجة حرارته عالية جدا للدرجة اللي تخلي برضو الأشياء اللي في البلاستيك تطلع على الغذاء نفسه. أوقات الناس يستخدموا عبوة مثلا خلاص فضيت، كان فيها بهارات أو كان فيها معجون طماطم أو إيش ما كان فيها، يقوموا يستخدموها لغذاء آخر. بعض العبوات هي صالحة للاستخدام لمرة واحدة فقط، ولا ينصح بإعادة استخدامها مرة ثانية وإعادة غسلها مرة ثانية. فيعني انتبهوا، هي كلها أمور بسيطة ولكن تراكماتها مع بعض ممكن يسبب المرض. يعني أبعدنا الله وإياكم عن كل الأمراض والشرور. أتمنى إني وفقت في إني أكون وفقت في الإجابة على سؤالك دكتورنا. أسعدك الله دكتورة نجات على هذا الكلام اللي كله تحفيز، واللي بجد أسعدني وحفزني إني أبذل مجهود أكبر كمان في التوعية، وإن شاء الله أكون وفقت في الطرح يعني بما يناسب هذه المجموعة الثرية والما شاء الله تبارك الله، يعني خيرة الناس. أسعدكم الله يا رب. أشكركم جميعا لسعة صدوركم، وإن شاء الله أكون وفقت في الطرح، وإن شاء الله تكون المعلومات أفادتكم. وبجد يعني أكون سعيدة إذا أحد عنده أي سؤال، سواء الآن أو لاحقا، ممكن نعمل أمسيات أخرى عن مواضيع أخرى في السلامة الغذائية إن شاء الله مستقبلا. ولكن بجد استمتعت معاكم جدا، وإن شاء الله أني كنت خفيفة على قلوبكم، بالرغم من أنه الموضوع ليس خفيفا على قلب أحد، أعلم هذا يعني، وأراه أوقات في عيون الناس لمن يعني أقول لهم أنه هذا يسبب تسمم، والناس ما تبى تسمع طبعا هذه الأمور، ولكن والله يعلم الله أنه مهمة جدا 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 يعني للناس. يعني يحزني ويحز في نفسي إني أشوف أحد سوف يتضرر من غذاء، أو يتضرر أبنائه أو أحد عزيز على قلبه من غذاء، وما أقول له إيش المعلومة الصحيحة. يعني أشعر بتأنيب ضمير شخصي
في الموضوع، ولكن أتمنى أنه يكون الموضوع مر عليكم رقيقا وخفيفا إن شاء الله. وشكرا لكم ولحسن استماعكم ولحسن تعاملكم ولحسن مداخلاتكم، وجزاكم الله ألف خير. في أمان الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن سن بسنته واتبع هداه. الشكر كل الشكر لسعادة أختي الفاضلة الدكتورة سيرين عبد السلام على هذه الأمسية الباذخة جدا والقوية جدا التي استفدنا منها جميعا، والحقيقة من أقوى الأمسيات التي فعلا طرحت في هذا المنتدى. وطبعا معذرة لا يكفينا من دكتورة سيرين هذه المحاضرة، إن شاء الله سنستضيفها في محاضرات أخرى وأمسيات أخرى، ونحن نشكرها فعلا التي أعطتنا هذا الوقت. ما شاء الله الممتد الآن أكثر من ساعتين، فجزاها الله خيرا وبارك الله فيها. وطبعا هكذا هم العلماء وأهل الفكر، يكون طرحهم قوي وطرحهم ممتد وطرحهم مفيد وطرحهم يستفيد منه المجتمع. طبعا هذا الطرح الليلة عن هذا الموضوع التسمم الغذائي وتجنبه، وما ألقت علينا أختنا الفاضلة من فاضت علينا من علمها وأجابت على مداخلات النخبة جميعا باسم صاحبة السمو، نشكرها طبعا ونقدم لها خالص التحية وخالص التقدير، فلها منا جميعا خالص التقدير وخالص التحية. والآن معنا مدير مجلس الإدارة أيضا سيتواجد معنا الآن. شكرا لمجلس الإدارة الذي تواجد الليلة من خلف الكواليس ودعم، شكرا للأعضاء النشطين الذين فعلا دعمونا بالمداخلات، شكرا لكل من حضر معنا، وشكرا للنخبة الدائمة المتميزة، وشكرا أيضا لمديرة قناتنا الأخت شاهة على التوثيق مقدما. شكرا لكم جميعا، وإلى أمسيات أخرى، وننتظر أمسيات فعلا سننسق مع هذه القامة العربية الكبيرة الدكتور نسرين عبد السلام حفظها الله. السلام عليكم ورحمة الله سيدات والسادة أعضاء المنتدى، وما زالت مهارات ومعارف منتدانا تتواصل من خلال أمسيات فكرية ممتعة مع ضيوف منتدى النخبة الكرام في إطار سلسلة أفكار ثقافية رائعة. ونظرا لارتباط سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد آل سعود بارتباطات مسبقة، ومع حرصها البالغ على أن تتواجد في كافة الأمسيات والحوارات التي تعقد بمنتدانا والتي تثري الفكرة والثقافة والمعرفة، فيسعد سيادتها أن تتقدم بالشكر والتقدير إلى سعادة الدكتورة نسرين محمد عبد السلام، وأمسية أستاذ تكنولوجيا وسلامة الغذاء، وأمسية رائعة بعنوان كيف نتجنب التسممات الغذائية. ويسعد سيادتها أن تتقدم بالشكر والتقدير إليها على هذه الأمسية الجميلة، ويسرها أن تهدي إلى سيادتها هذه الشهادة تقديرا لجهودها وتتويجا لأعمال منتدانا في هذه الأمسية الرائقة.